في إطار متابعة وتنفيذ البرنامج الوطني للتوظيف وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله، افتتح سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية معرض التوظيف العام لعرض فرص العمل المناسبة في منشآت القطاع الخاص للمواطنين. 1300 وظيفة شاغرة وفرص تدريبية متنوعة قدمتها 60 منشأة عاملة في القطاع الخاص في المعرض العام 15 للتوظيف الذي تنظمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على مدار يومين، وذلك في إطار حرص الوزارة على متابعة وتنفيذ البرنامج الوطني للتوظيف ضمن توجيهات الحكومة الموقرة بهذا الخصوص. اليوم أكثر من 1200 شاغر معروض في هذا المعرض بمجالات وقطاعات متنوعة، فندعو الشباب للمبادرة والمثابرة والجدية في اقتناص هذه الفرص. احنا مركز طبي متكامل، طالبين وظائف منها تمريض، علاج طبيعي وغيرها من HR وأكاونتينج ونيوتريشنست، فحابين ان احنا نوظف اكبر قدر من البحرينيين في مركزنا الطبي اللي هو نظام السيلز بشكل عام، المبيعات، وعندنا بعد براند مانجر هو التركيز عليه الاكثر اللي هو من 1200 دينار اللي هو المعاش لغايه 1700 دينار. طرحنا موضوع اللي هو السيلز عندنا تقريبا 25 وظيفه موجوده حاليا، كلهم أجل له المعاشات ابتداء من 450 لغاية 670 دينار. رفعنا شوي له المعاشات للموظفين، نبي نجذب أكثر عدد للبحرينيين اللي يدخلون بالشركة. خيارات متنوعة أتيحت أمام الباحثين عن عمل ليختاروا من بينها ما يتناسب مع رغباتهم ومؤهلاتهم، خصوصا وإن هذا المعرض يشكل دفعة إضافية لحركة التوظيف في سوق العمل، حيث المشاركة الواسعة من قبل أصحاب العمل في عرض الوظائف النوعية للمواطنين وبأجور مجزية. المعرض وايد جميل، عندك هم عطاني أفكار وايد عن الأشغال، في منها في حق الثانوية والدبلوم والدبلوماس، ويعطي ياخذ رأي الموظف الشخص نفسه انه شنو رأيه في التوظيفة وكيف حاب انه ياخذ التوظيف، اذا هو راضي عن افكار التوظيف وقراراته وشروطه هني يقولوا له تفضل لنا، اما ما عنده قرار ما عنده يعني ما هو راضي بالموضوع يقول له ما عليه والله يوافقك. بالنسبه للمعرض فبدل ما نروح ندور في الشركات نفسها، المعرض يجمع الشركات ويقدم لنا وظائف وان شاء الله نحصل، نتمنى للشباب الخير ان شاء الله. هذا المعرض العام 15 جاء ليؤكد على استمرارية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وحرصها المتواصل على إطلاق العديد من المبادرات لتعزيز وتوفير فرص عمل مناسبة وجذابة للمواطنين في الوقت ذاته، فضلا عن توجه الوزارة إلى استيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل وتسريع وتيرة إدماجهم في سوق العمل. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.